صلي على المصطفى. السلام عليكم خوتي وخواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم فيديو مغاير، كيف ما شفتوا غادي تشوفوني بهذا اللبسه في هذا الفيديو، وغادي تشوفوني في الفيديو الاخر لانني كنت حاليا كنسجل لكم واحد الفيديو نزولا عند طلب العديد ديال خواتات اللي طلبوها مني بغاوها في العيد الفطر. وفي اثناء التصوير جاني واحد الاتصال اللي مهم 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 جدا، وانا بالنسبه لي مهم لانه فيه الخير وفيه الاجر، وانا غير وسيطه خير. واحد الانسان او واحد الانسانه، يعني واحد المحسن، بغاو يتصدقوا في هذا العيد هذا بواحد الاحذيه اللي هما صنادل في سبيل الله، ولكن الكميه محدوده. وهاد الشخص هذا او هاد الانسانه هذه او هاد الانسان هذا كاينين في مكناس، والعدد محدود ديال هاد الصنادل هادو بمناسبه العيد الفطر. كنتمنوا انها تكون في ميزان حسناتهم، ونطلبوا لهم كذلك اي دعوه الخير بالاخص في هذا الشهر ديال الغفران وهذا الاسبوع كذلك ديال الرحمه والغفران. كنتمنى خوتي يعني من هذا من هذا من هذا الفيديو، كنتمنى من كل قلبي الناس اللي محتاجين فقط، يعني لانه الكميه محدوده ديال هاد الاحذيه هذه، وما بين الارقام كاينه ما بين 25 حتى 30، هادو هما الارقام اللي كاينين. وبغيتكم كذلك يعني الا تفرجتي في هذا الفيديو وانت يا ما محتاج وكتعرف شي شخص محتاج، اعطيه يدخل لعندي او تدخل لعندي، مرحبا الف مرحبا. غير فاش غتسالي الكميه، راه غنقول لكم الكميه تسالات. فين غادي تتواصلوا معايا؟ غادي تتواصلوا معايا في الانستغرام، لانه هذاك الشخص او هذيك الانسانه ما بغاوش يعني بغاو يبقاو في الخفاء. نتمنوا انها تكون مبادره خير للجميع، وكل شيء الناس يديروا هذه المبادره هذه، لانه كاين بزاف ديال الناس اللي محتاجين. نعم محتاجين، بالاخص الا فرحتيهم في هذا العيد الفطر ولو بالقليل كتجيهم قداش. حنا بغينا من هذا الفيديو هذا الناس، انا كنتمنى من الله انه الناس فقط اللي محتاجه انها تاخذ هذا الصنادل وتفرح وليداتها او تفرح الناس اللي كتعرفوهم محتاجين. شنو غادي ديروا بالنسبه لكم او الناس اللي محتاجين هاد الصنادل هادو؟ يدخلوا عندي الانستغرام ديالي، غنخليه لكم هنايا، دخلوا عندي غتعطوني يعني باش نحسب العدد الناس اللي توصلت بهم واللي غادي يمشيو يتوصلوا بالحداء البنيات ديالهم، باش يعني فاش نوصل ان شاء الله للعدد اللي مطلوب، يعني غادي نقول لكم صافي راه الكميه تسالت. وهذا الفيديو هذا جا خفيف ظريف، ان شاء الله غدا ان شاء الله غنحط لكم الفيديو اللي وعدتكم به اللي طلبتوه مني على قبل العيد. وان شاء الله نتمنى هذه المبادره الطيبه ديال هاد المحسنين اللي يعني هاد المحسنه او هاد المحسن اللي داروا هاد المبادره، كنتمنى ان كل واحد ولو يساهم ولو بالقليل اللي يفرح اليتامى ويفرح الناس اللي محتاجين. يلا خوتي هنايا كيسالي الفيديو ديالي، غادي نخليكم تشوفوا الصنيدلات وتشوفوا اللوينات، ما شاء الله غزاله 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 اللوينات، كتشرح النفس وكتشهي. ونتمنى ان ندخلوا الفرحه لقلوب الناس اللي بصح تحتاج الابتسامه في وجههم ولو بالقليل. والمداد المداد يا رسول الله، وسقينا بالمداد يا حبيب الله. والمداد المداد يا رسول الله، وسقينا بالمداد يا حبيب الله. اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد على المداد المداد يا رسول الله،
أسقينا بالمداد يا حبيبي.